أما هلا سالي ننتقل لمحطتنا التالية من قلب الشام القديمة وأحد أعرق حاراتها إلى جوار سوق البزورية بيتربع خان أسعد باشا يلي عم يحتضن العديد من النشاطات والفعاليات الثقافية والاجتماعية، منها بازار بيحمل عنوان من حقك تحكي ضم العديد من الفعاليات على امتداد يومين اليوم وبكرة. الحديث أكثر عن هيدا الموضوع بصيرنا نرحب بغفران النوفي منسقة برنامج مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في جمعية ندى. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا فيكم. يسعد صباحك. بداية يعني دائما نحن وقت نقرا اي شعار نطلع هيك نظرة كثير بعيدة، يمكن الفعالية هلا اللي عم بتقوموا فيها بخان اسعد باشا يمكن هي ايضا رسالة لازم توصل للجميع. هلا مثل ما عم تقولي انه انت طالعة من الهواء ورايحة دغري على البازار، احكي لنا شوي عن هذا النشاط. هلا لحنا البازار هو بازار من حقك تحكي، هو ختام حملة 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي اللي بلش بمناهضة العنف الممارس على النساء حصرا. نحن بنعرف انه كلياتنا بنشوف سيدات او بنسمع سيدات تتعرض للعنف، بس هي بتخاف تحكي بتستحي. البيئات نحن اكيد في كثير تربيات بالمجتمع عادات ورثناها من قديم انه ما بتخلي المرأة تحكي، فلحنا بختام هي الحملة هي السنة قررنا نساعد السيدات اللي هن تمكنوا مهنيا اللي قدروا يفتحوا منتجات يدوية صناعات، لنحن نعمل لهم بازار بيعرض هدول المنتجات، نساعدهم لهن يخرجوا للعالم الخارجي يسوقوا لمنتجاتهم. في عدة إبداعات كتير عم تطلع معهم يعني حلوة كتير. طيب هي الحملة يمكن مثل ما قلتي اسمها من حقك تحكي، ضمن هيدا ضمن هي الحملة هي هيدا البازار. خلينا نحكي عن حملة ككل قبل ما نغوص بتفاصيل البازار، يعني هي موجهة للمرأة، في كتير من النشاطات قائمة خلال هي الحملة بالإضافة إلى بازار. صحيح. هلا احنا الحمله كنا البرنامج بلش من 2014، بالبدايه كنا متوجهين للسيدات المعرضين للعنف، ولكن احنا هلا صار في عندنا رجال كمان عم تتعرض للعنف للاسف بسبب الوضع اللي خلاهم يقعد بالبيت، فهو مثل ما بيقولوا المرأة تحكمت بالمستوى الاقتصادي، فمثل صار تغير بالأدوار الاجتماعية. هلا احنا النسبة الأكبر المعرضة للعنف هن الفتيات، السيدات كمان والفتيات بالخصوص. بلشنا بالحملة بالتوجه للأشخاص العاملين، نحن عنوان حملتنا لهي السنة إنهاء العنف بعالم العمل. كثير في عنا أشخاص تتعرض للعنف بعالم العمل من تمييز بين ذكور وإناث. أحيانا الشاب ما بيقبلوا بالعمل، بيقبلوا الفتاة لأنه هي بتقبل براتب أقل، ساعات دوام يمكن أطول، الشاب أحيانا بيكون ما بيقبل. نفس الوقت في عنا الاستغلال، يعني الاستغلال الجنسي أحيانا للأسف بيتعرض له كثير الأشخاص العاملين لترقية لخدمات. دائما مثل ما حكيتي بيكون في أنواع بيتعرضوا لها، سواء مو بس عنف، أيضا التنمر نحن فينا نعتبره عنف نفسي. صحيح. فينا نحطه ندرجه تحت مصطلح العنف النفسي، مثل ما قلتي في استغلال مادي للحاجة المادية، استغلال جسدي، يعني يمكن هيدا الحملة عم تشمل كافة الأنواع التعرض للعنف. صحيح. كمان مثل ما قلتي مو بس المرأة وأيضا الرجل. في رسالة نحن من خلال الأنشطة منحب نوجهها للكل وهي رسالة توعوية، هل قدرنا نوصل؟ الحمد لله، يعني احنا على مدار من 2014 لهلا قدرنا نستقطب كثير من الاشخاص اللي هي كانت ما عندها الجرأة تحكي انه انا اكله قتله من زوجي، او انا بتعرض لعنف من قبل مثلا بيت حماي، او مثلا بتعرض لعنف بالعمل. احنا توجهنا ببدايه الحمله توجهنا الاشخاص العاملين بمعامل بريف دمشق، كان لها اثر كثير حلو. توجهنا لعده معامل وعده اماكن بريف دمشق، وخصوصا انه احنا بنعرف انه بالريف ما في نسبه وجود تواجد اشخاص يعني مفتاحيين، فنحن متوجه للأشخاص المفتاحيين مثل رئيس الناحية، المختار مثلا، مركز الشرطة، أحيانا بيكون الشيخ الجامع. هدول الأشخاص بيستقطبوا العالم الموجودين بالبيئات المحلية، بيدعوهم لجلسات التوعية. نحن جلسات التوعية مو فقط مثل محاضرة أو هيك شيء، في عنا مقاطع فيديو، في عنا أفلام، في عنا أنشطة حركية كلها بتوصل الفكرة التوعوية اللي إحنا من حقك تحكي. أنت بتقدري تحكي في عالم، بتقدر تخبرك شو حقوقك. نحن بالقانون السوري كثير في شيء بيدعم المرأة، للأسف عنا نسبة جهل بالسيدات إنه هي تعرف شو حقوقها وشو إلها وشو عليها. ويمكن مثل ما قلتي من حق
المرأة تحكي، لأنه نحن اليوم على أبواب 2020 ممنوع بقى حدا يعنف المرأة لفظيا وجسديا، حتى بأبسط يمكن أنواع العنف ممنوع بقى أي امرأة حتى تقبل بهيدا الشيء، لأنه هي كائن إلى وجودها إلى كيانها إلى استقلالها الخاص. خلينا نحكي معك عن هدول السيدات المشاركين بالبازار، قديش فعلا هي البازارات اللي فيها شغل أعمال يدوية فيها لمسة أنوثة خاصة، قديش فعلا بتساعد يمكن وبتساهم لتكون المرأة معيلة نفسها، ما تتعرض للعنف لأنه في معيل لإلى مضطرة هي يمكن تتحمل هي الظروف الحياتية والمعيشية. اليوم البازار بيخدم كثير نسبة كبيرة من السيدات، وحتى في معنا رجال مشاركين. نسبة كبيرة منهم هن عندهم فاقدين الثقة بنفسهم، تعرضت خلال مسيرة حياتها لأحباط، أول شيء بلشت بزواج مبكر، ما بتعرف الحياة الاجتماعية، ما لها خايضة عالم العمل، ففادت على الحياة الزوجية مثل ما بيقولوا وخاضت الحياة الزوجية وما فقدت الزوج، أو الزوج مثلا صار في عنده بطالة، فهي يعني تحملت المسؤولية أحيانا مثل ما بيقولوا غصبا عنا، فهي بدها تقوى وتطلع على العالم الخارجي. نحن نعطيها المدد الثقة. في كثير سيدات بيجي بيقولوا لنا إنه بيقولوا لي إنه صناعاتي مو على هذا المستوى، أنا ما بيطلع بإيدي. هذا الشيء للأسف إحباط الناس السلبية. نحن دورنا كجمعيات كعمل إنساني نحن نرجع نرفع من ثقة المرأة، يعني مين المرأة بيدعمها غير المرأة مثل ما بيقولوا. أكيد يعني غفران مثل ما حكينا كمان في شغلة كثير مهمة لازم نوضحها، إنه الثقافة بتلعب دور، ومثل ما قلتي بالأرياف أو سواء في كتير نساء ما قدروا يكفوا تعليمهم، ما كان في بيئة يعني تقدر توجههم، في كوادر أنتو كجمعية خصوصي ومؤهلة يعني كمان ممكن تعمل مثل محاضرات صغيرة للتوعية للثقافة. ممكن المرأة اللي ما أنا متعلمة وفقدت زوجها ترجع يعني ترجع تدرس صحيح. من جديد، يعني إحنا كتير عم نشوف حالات نور عم يرجعوا يدرسوا على كبار، يعني ما هو غلط. صحيح صحيح، وغطينا من فترة باللاذقية سيدة عمرها 70 سنة عم تقدم بكالوريا، يعني هي كمان بتلاقي فعلا نوع من إعادة الثقة بالنفس، وهذا مثل ما قالت دعم الجمعيات من المحيط كتير. صحيح. من الأشخاص بيكون حوالين المرأة ذاتها. نحن كجمعية الندى في عدة أقسام، في قسم تعليمي بيعلم دورات التعليمية من الإنجليزي للمحو الأمية حتى دورات الكمبيوتر، في دورات مهنية، في عدة أنواع من الدورات بتقدر المرأة الفتاة أو السيدة تختار أحد هدول الدورات. الشيء الأساسي نحن عندنا فريق تطوع، هن شغلتهم تيسير محاضرات التوعية بمناطق الريفية بأي مكان نحن بنتوجه له. هي النسبة الكبيرة اللي نحن بنشتغل عليها مع الأشخاص بالبيئات المحلية، المتطوعين بيكونوا من البيئة المحلية، فهن بيقدروا يعملوا هدول الأنشطة والجلسات التوعية. نعم يعني غفران معلومات كثيرة قدمتيها لنا هلا ووضحتي للمشاهدين عن الجمعية، عن هدف الجمعية، وأيضا كمان نقول إنه البازار هلا بعد شوي بخان أسعد باشا لكل حدا حابب يروح يشوفه ويشوف الصناعات من كروشيه وأيضا الصناعات اليدوية. نتشكر وجودك معنا، نتشكر حضورك واستضافتكم. شكرا كثير لك غفران، ومثل ما قلنا ببداية حديثنا يجب اليوم المرأة ما بقى تسكت عن التعنيف إن كان جسدي أو لفظي، أي أنواع التعنيف ممنوع بقى اليوم أي حدا يعنف المرأة، فلازم تحبي حالك وتكوني فعلا مثل ما قلتي قد حالك. بتشكرك على حديثك معنا اليوم، نتمنى لكم التوفيق أكيد بمشاريعكم القادمة. شكرا كثير لك. تسلمي يا رب. شكرا.